السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. نعم. الله يليك. أسألك في موضوع الطلاق، هل يلزم عندما يطلق الزوج زوجته ويريد أن يراجعها أن يقول لها في وجهها أو يقول غيابيا إن كانت بعيدة؟ لا ممكن، بس تخبر بذلك. تخبر أنه راجعها غيابيا، يعني مجرد ما هو قال راجعتك يا فلان، حتى لو كان هو في بلدة وهي في بلدة. تغفر، نعم، حتى لو كان في بلدة. تخبر، شيخ. تخبر، ايه، ولو بالهاتف، حتى ولو بالهاتف.